ابتديت المهنه دي وانا عندي 7 سنوات، وحاليا عندي مواليد 43. بصنع، ابتديت في الفانوس اللي هو كان بيتعلق في الريف، اللي هو كان بيتحط فيه لمضه ويتعلق في الارياف. وبعدين صنعنا الفانوس الصغير بتاع رمضان باشكاله، فانوس ابو باب، وفانوس صغير كان كنا بنعمله بربع جنيه، وكان ب50 ساعة، وكان بجنيه. طبعا الفانوس اتطور دلوقتي بقى حاجه باشكاله المختلفه. يعني بشتغل في المهنه دي زي ما اكون بستطعم باللقمه، زي ما اكون باكل حاجه وبستطعم بيها. للمهنه بالذات الصنايعي الماهر اللي يطور في مهنته ويكون غاوي مهنته ويطور في شغله. فانا جويت المهنه دي وبقيت اطور فيها، وجويتها من صغري لما زال بطور فيها.